بسم الله، ازيكم يا شباب؟ معاكم صفية، وان شاء الله هنشرح النهاردة المحاضرة رقم 14 في السيكاتري بعنوان Child and Adolescent Disorder. طيب، بالنسبة بقى للمحاضرة دي هنذكر فيها 5 أمراض. أول حاجة الأوتيزم اللي هو مرض التوحد، بعد كده مرض اللي هو ADHD اللي هو مرض فرط الحركة، بعد كده هناخد الأنكزايتي، وبعد كده الOCD، وآخر حاجة خالص اللي هو الكوندكت ديسوردر. تمام. طيب، أول حاجة هو مرض التوحد الأوتيزم. هناخد بس معلومتين عنه كده عشان نعرف احنا نتكلم عن ايه. الأوتيزم ده هو طبعا يعني اغلبنا يعرفه او شفناه كتير قوي في الافلام، يعني بيكون طفل وغالبا بيكون ولد، لان هو مور كومون في الاولاد عن البنات. وبيكون ولد منطوي على نفسه كده، بيكون تركيزه مع الاشياء اكتر من تركيزه مع الاشخاص. يعني ممكن يكون مثلا عنده لعبة معينة، اللعبة ديت حريص جدا ان هو مثلا يعملها كل يوم بنفس الترتيب بنفس الطريقة بدون اي ملل بدون اي كلل. تمام. يعني لو حد اخذ منه اللعبة واداله لعبة جديدة، لا، ما يحبش كده، هو عايز اللعبة بتاعته خلاص. طيب، المرض ده بيكون نتيجة developmental disorder، يعني مشكلة في التطور، وده غالبا طبعا الاب والام بيلاحظوه في اول 3 سنين من العمر، لان اول 3 سنين بيكون فيهم development بتاع الشخصية بتاعت الطفل. يعني مثلا اول سنه ونص بيبدا ان هو يمشي، بعد سنتين بيبدا ان هو يتكلم، مثلا سنتين ونص مش عارفه يستجيب، وهكذا. فلو ما فيش ده خلاص يبقى فيه هنا abnormality، يعني خلاص. فهو الاول developmental disorder بيبقى gradually في اول 3 سنين من حياه الطفل. تمام. قلنا تركيزه مع الاشياء بيكون اكتر من تركيزه مع الاشخاص. تمام. عشان كده الطفل بيكون عنده 3 مشاكل رئيسيه، ولازم نكون عارفينهم وحافظينهم كمان. اول مشكله عنده مشكله في السوشيال انتراكشن، تمام، التواصل بقى مع المجتمع، ان هو اصلا مش عنده اصدقاء. تاني حاجه الكوميونيكيشن، اللغه نفسها فيها ابنورماليتي، تمام، لدرجه ان هو عنده حاجه اسمها لوس اوف ايجو. يعني ايه لوس اوف ايجو؟ يعني الايجو ده اللي هو الذات او الانا. الطبيعي ان الطفل بيعبر عن نفسه، بيقول مثلا انا عايز كذا، او انا بحب كذا، او انا بكره كذا، او انا مش عايز كذا. لا، الاوتيستيك بيشنت بيكون ما عندوش الحته ديت. لو مثلا اسمه احمد بيقول احمد عايز ياكل، احمد عايز يشرب، تمام، ما عندوش حته الايه السيلف كونسبت يعني، ماشي. فده مشكله في الايه في اللغه بتاعته. تالت حاجه البيهيفير، زي ما قلنا ان هو ريستريكتد جدا لاكتيفيتي معين، لازم يعمل الاكتيفيتي دوت كل يوم بنفس الترتيب، تمام كده، بدون اي ملل، يعني محتفظ بالروتين بتاعه خلاص. فهو عنده 3 مشاكل رئيسية، أول حاجة social interaction، تاني حاجة communication، تالت حاجة behavior. طيب، عشان بقى نشخص ونقول ان الطفل ده فعلا عنده توحد، لازم ان احنا نلاقي 6 أعراض من ال 3 domains. ايه هما الـ3 domains؟ اللي هما social interaction والcommunication والbehavior. المفروض ان السوشيال انتراكشن تحتيها سيمتومز كتيره، والكوميونيكيشن تحتيها سيمتومز كتيره، والبيهيفير تحتيها سيمتومز كتيره. لو جمعت 6 أو أكتر طبعا، فده معناه ان الشخص معاه او عنده ايه، عنده اوتيزم. مع الاخذ في الاعتبار ان اعمل اكسكلوجن للاذر ديس اوردر. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون اصلا الشخص ده او البيشنت ده او الطفل ده عنده مشكله مثلا اوديتوري او مشكله فيجوال، مخليه مش اليرت، مش مخليه مثلا مركز معايا. تمام. فبالتالي لازم ان انا استبعد المشاكل ديت عشان اقدر اقول ان الشخص فعلا عنده اوتيزم خلاص. طيب، التريتمنت بقى بيكون اساسا معتمد على السايكوثيرابي. طبعا الاوتيزم ده هي ممكن تكون لايف لونج، يعني ممكن تبدا مع الطفل من وهو عنده 3 سنين لحد ما يكبر. فطبعا كل ما يعني عالجت بسرعه كل ما الامور هتبقى احسن يعني. فهو سايكوثيرابي، مفيش اي ميديكيشن، الا بقى لو كان الديس اوردر ده مثلا associated مع disorders تانية خلاص، زي مثلا depression، زي anxiety، وهكذا نبدأ نعالج بقى depression والanxiety، ماشي. المهم يعني العلاج بتاع الاوتيزم بيكون psychotherapy، يعني بيعتمد على ال cognitive behavior therapy، وبيعتمد على الفاميلي في المقام الأول والأخير. تمام. ليه بقى؟ لأن هي حالة استثنائية، حالة خاصة بتعتمد على أو محتاجة معاملة خاصة يعني، ماشي. فده موضوع الاوتيزم. نعرف بس اهم حاجه ان هو بيكون في عندي مشكله في 3 حاجات: social interaction و communication و behavior خلاص. طيب، الاول بيقول ايه؟ بيقول ان ليه انا بدرس بقى السايكاتري بتاع الشايلد والادوليسنت.
قال لأن نص الأمراض النفسية اللي الأدلت بيجوا بيها، يعني مثلا عند 25 و30 سنة، بتبقى أصلا بادئة من البداية، من وهو عنده مثلا 15 سنة. عشان كده لو أنا لحقته بدري خلاص هو الموضوع مش هيتفاقم يعني، فده أهمية الموضوع يعني. طيب ليه بقى بيبقى فيه أصلا مشاكل نفسية عند الطفل؟ بيبقى فيه مشاكل نفسية عند الطفل ليه 3 أسباب، يا إما مثلا child factors، يا إما family factor، يا إما environment factor. تمام. اللي child مثلا زي low intelligent، إن شخص مثلا مش ذكي كفاية، فبالتالي مثلا ممكن يأثر على درجاته في المدرسة، فده ممكن يعمل له مشكلة نفسية. تاني حاجة difficult في التمبرامنت، يعني ايه؟ يعني التركيبة بتاعة الطفل ده اصلا تركيبة معقدة، يعني مثلا صعب ان هو يضحك، في اطفال كده يعني صعب انها تضحك، صعب انها تبتسم، تتعامل، مش عارفة ايه كده يعني، التركيبة نفسها معقدة. مثلا ممكن تكون لأسباب ان اهله كده خلاص، فهو اتربى او نشأ في بيئة كده، فده ممكن يأثر على نفسيته. تالت حاجة الفيزيكال إلنس، ممكن يكون مثلا طفل معاق، فده ممكن يأثر على نفسيته. ال development delay، ودي الحالة اللي أنا قلت عليها في الأوتيزم، إن أصلا مثلا النمو بتاعه في delay شوية، يعني مثلا بدأ يتكلم بعد وقت متأخر شوية، بدأ يلعب بعد وقت متأخر شوية، بدأ يضحك بعد وقت متأخر شوية. تمام. طبعا genetic factor بتلعب دور مهم جدا، يعني لو مثلا بابا عنده مشكلة نفسية، أخوه، وهكذا يعني. طيب ده بالنسبة لي للchild. الفاميلي بقى، ممكن مثلا يكون نشأ في بيئة فيها ستريس، حصل مثلا تروماتيك ستريس، ان هو مثلا مامته توفت، مثلا بابا نفس الحكاية، وهكذا. تاني حاجة الايشوز، مثلا ان في خناقات ما بين بابا ومامته في البيت، فده مأثر عليه. تمام. انفصال مثلا، وهكذا. ايه تاني؟ الماريتال ديسهارموني، يعني ما فيش تناغم في البيت بنفس الكيفية، يعني ان ما فيش وفاق، ما فيش تناغم، ما فيش استقرار. تمام. فبالتالي ده هيأثر على نفسية الطفل يعني. طيب ايه تاني؟ الماترنال الهيلث، يعني ايه؟ يعني مثلا مامته تعبانة على طول، فبالتالي ما عندهاش الوقت انها تاخد بالها من الطفل بتاعها، فبالتالي هيبقى عنده مشاكل نفسية. او مثلا الطفل هيكون عنده anxiety بخصوص الايه، الالنس اللي عند مامته، فبالتالي الانكزايتي في حد ذاته ده اصلا ده مرض نفسي. ماشي. ايه تاني؟ او مثلا نشأ في بيئة، البيئة ديت مدمنة مثلا، بتشرب مخدرات بتاع، فبالتالي هي بيئة مش سوية، فالطفل مش هيكون سوي نفسيا، اللي هو substance misuse issues. خلاص. فديت الايه، الفاميلي فاكتورز. اخر حاجة بقى الانفايرمنت، زي مثلا ان هو طفل مش ما عندوش اي اصدقاء، مش عارف يعمل relationships. تاني حاجة السوشيال ديبريفيشن، يعني شخص منعزل عن المجتمع. تمام. وده بيكون في مريض الاوتيزم يعني. مثلا سكول فاكتورز، ان في تنمر من اصدقائه مثلا لاي سبب، او مثلا في تعنيف من المدرسين. خلاص. فده كله بينعكس على نفسية الطفل يعني. اخر حاجة بقى ان هو تعرض لأكسيدنت. تمام. فبالتالي عملت ايه، او اثرت عليه وعملت له مشكلة نفسية. المهم يعني السلايد ديت او الكلام ده كله ايه للقرايه، اهم حاجه ان نص الامراض النفسيه اللي بتبقى عند الادلت بتكون اصلا البدايه بتاعتها من وهو عنده مثلا حوالي 15 سنه. تمام. طيب نبدا بقى موضوعنا وهو الاوتيزم. اول حاجه الاوتيزم زي ما احنا عارفين هو developmental disorder. تمام كده. بيكون معاه 3 حاجات زي ما قلنا: social interaction بيبقى فيها مشكله، تاني حاجه الcommunication بيبقى فيها مشكله، تالت حاجه repetitive behavior او البيهيفير بيبقى فيه مشكله. والبيهيفير هنا هو وصفه بكلمه ريبيتيتيف، زي ما قلنا بقى ان هو مثلا معاه لعبه، اللعبه ديت بيعملها كل يوم بنفس الطريقه. تمام. هي حاجه متكرره خلاص كده. وده على عكس مريض الاي دي اتش دي اللي هنجيله كمان شويه يعني، ده بيبقى ممكن يعمل او ممكن يفرجت الروتين بتاعه خلاص. لكن مريض الاوتيزم لا، ده هو ريستريكتد جدا بالروتين بتاعه خلاص. يبقى اهم حاجه هي الديفلوبمنتال ديس اوردر، بيبقى معاه 3 حاجات: social interaction بيبقى فيها مشكلة، والcommunication بيبقى فيها مشكلة، ومعاه repetitive behavior. خلاص كده. بيقولك بقى ان الparents بيلاحظوا ده في اول 3 سنين من حياة الطفل. ماشي. والمشكلة دي بتكون gradually، يعني بتكون بالتدريج خلال ال3 سنين دول، ولكن لكل قاعدة شواذ. في exception هنا، المفروض او اللي بيحصل في مريض الاوتيزم ان المشكلة بتحصل gradually في اول 3 سنين بس، في بعض الحالات ولكن دي حالات نادرة، بيكون الطفل عادي خالص ونورمال جدا خلال اول 3 سنين،
ولكن بعد كده الأب والأم يلاحظوا إن هو فعلا بقى عنده ساينز abnormal، تمام؟ يبقى هو بيبقى نورمال جدا أول 3 سنين، وبعد كده المشكلة بتبدأ عنده، وده عكس الطبيعي يعني في مريض الأوتيزم. فبيقول هو إيه هو الإكسبشن، بيقول إن في some children with autism المشكلة دي بتسوء يعني في الكوميونيكيشن والسوشيال سكيلز after reaching developmental milestones at a normal pace، تمام؟ يعني هو بيبقى خلاص وصل للنورمال بيس، وبعد كده بقى المشكلة بتبقى أو بتظهر عنده، تمام؟ يبقى أهم حاجة هي developmental disorder، خلاص بيبقى فيه مشكلة في social interaction و communication و repetitive behavior، وبتظهر في أول 3 سنين من حياته وبشكل gradually، إلا بقى الإيه الإكسبشن ده. خلاص بعد كده بقى زي ما قلنا إن عشان نشخص مريض الأوتيزم لازم نلاقي 6 symptoms، تمام؟ من الثري دومينز اللي هم ايه بقى اللي احنا قلنا عليهم وهنعيد ونزيد فيهم، social interaction والcommunication والbehavior. خلاص لقينا 6 أعراض منهم مع الاكسكلوجن للأزر disorders، يبقى ده مريض اوتيزم. طب مين بقى اللي حط القاعدة ديت؟ ال DSM النسخة الرابعة، ده عبارة عن كتاب بيبقى ستاندرد ليه كل الدكاترة النفسيين، تمام؟ بيلجأوا له في الحالات او في الحاجات ديت اللي هو مثلا مريض الدبريشن احنا هنشخصه لما الاعراض تستمر اتليست لمده 2 أسبوع، ماشي؟ مريض الاوتيزم لما نلاقي 6 symptoms من الثري دومينز يبقى ده مريض اوتيزم. ده الكتاب ده هو اللي حاطه، طبعا كل شويه بيبقى فيه نسخه حديثه يعني، فالكلام ده طبقا للنسخه الرابعه منه، ماشي كده؟ في دلوقتي نسخه 5 يعني بالمناسبه، ما علينا يعني. المهم ان بالنسبه للسوشيال انتراكشن ايه هي السيمتومز يعني اللي بنلاقيها، سوشيال انتراكشن اللي هو التعامل مع الاخرين، تمام؟ هيبقى فيه مشكله. طيب المشاكل دي زي ايه بقى؟ اول حاجه ان هو عنده مشكله في النون فيربال بيهيفير، واهم حاجه هو الاي كونتاكت، يعني لما اتكلم مع طفل مش هلاقيه بيبص لي، تمام؟ وممكن ابعت فيديوهات ان شاء الله بتوضح الحته ديت. تاني حاجة ان هو ما عندهوش relations، خلاص زي ما قلنا ان هو اصلا التركيز ما بيكونش مع الاشخاص يعني. تالت حاجة ان هو مش بيعرف يشير، يعني ايه؟ يعني الاطفال بطبيعة الحال بتبدأ ان هي تتكلم مع الاصدقاء يعني اصحابها وكده، وايه ويعني الطفل ده يقول مثلا انا ماما جابت لي كذا، انا ماما عملت لي كذا، تعال نلعب كذا، تمام؟ لا هو مش بيعرف يعمل كده خلاص. كمان مش بيعرف يعبر عن المشاعر بتاعته، مفيش اي تبادل للمشاعر، خلاص. يبقى احنا ممكن نلخص السوشيال انتراكشن دوت في جزء في علاقات ومشاعر، تمام؟ عنده بور ريليشنز ومش بيعرف يعبر عن مشاعره، وعنده مشكله في النون فيربال بيهافير، خلاص. ده بالنسبه لي السوشيال انتراكشن. تاني حاجه بالنسبه لي الكوميونيكيشن، كوميونيكيشن زي ما قلنا هي اللغه، تمام؟ عنده مشكله في اللغه. ازاي بقى؟ اول حاجه ممكن يكون تاخر او مشكله في اللانجويج، تمام؟ تاني حاجه عنده مش بيعرف ان هو يبدا الحوار، يعني ما يعرفش كده ان هو يجي ويتكلم معايا. طيب عذرا على صوت القطه الرخمه ديت. المهم يعني بالنسبه لي الكوميونيكيشن هو بيبقى عنده مشكله في اللانجويج، تمام؟ يا اما تاخر او ايه او لاك اصلا في الايه في اللانجويج ديفلوبمنت. تاني حاجه مش بيعرف ان هو يبدا حوار، تمام؟ او مش بيعرف يكمل الحوار، يعني ما ينفعش كده ان هو يجي ويبدا معايا حوار ويقول لي مثلا ماما انا حصل معايا كذا النهارده في الحضانه كذا كذا كذا، لا ما يعرفش ان هو يعمل كده، تمام؟ وانا مثلا لما اساله على حاجه يعني مش بيعرف ان هو يستمر معايا في الحوار، خلاص. فدي لها علاقه برضو بالاي باللانجويج. تالت حاجه ان هو عنده بعض الكلمات كده، كلمات معينه بيكررها بشكل متكرر يعني، تمام كده؟ اللي هو stereotyped repetitive use of language، ماشي؟ برضو دي حاجة ليها علاقة باللانجوج. بعد كده بقى آخر حاجة ان هو مش بيعرف ان هو ايه، مفروض ان الأطفال الصغيرة يعني بتبدأ انها تألف قصة ومع أصحابها، تمام؟ وبناء على القصة ديت يلعبوا لعبة، يعني مثلا يقولوا ايه احنا هنلعب حرامي وبوليس، تمام؟ احنا البوليس وانتوا الحرامي، وهنروح فين وهنيجي منين وكده. لا الطفل ده ما بيعرفش ان هو يميك بليف، يعني يرسم كده قدامه خيالات ومعتقدات، ما بيعرفش كده، تمام؟ وبناء عليه مش بيعرف يلعب، عشان كده هو ما عندوش اصدقاء يعني، ماشي؟ فالكوميونيكيشن ليه علاقه بايه؟ ليه علاقه باللعب واللغه، تمام؟
انما السوشيال انتراكشن كان ليها علاقة بالمشاعر والعلاقات. تالت حاجة بقى البيهيفيرز والانترستس والاكتيفيتي. زي ما قلنا البيهيفير اللي هو السلوك اللي هي الاكتيفيتي، البيشنت ده بيكون عنده ريبيتيتيف ايه مانر تمام اوف اكتيفيتي خلاص، فهو هو بيبقى عنده بري اوكيبيشن ويز ستيريوتايبد ان ستريكتد باترن اوف انترست تمام، يعني بيبقى ملتزم بحاجه معينه زي ما قلنا لعبه معينه. تاني حاجه بيكون انفليكسبل ادهيرنس تو سبيسيفيك رول او روتين، يعني ايه؟ يعني بيبقى ملتزم بيها، لو خدت منه اللعبه ديت وديت له لعبه جديده لا مش عايز اللعبه الجديده، هو عايز لعبته ماشي. كمان اللعبه بتاعته دي ممكن تكون مثلا عربيه ولا حاجه، بيكون ايه؟ بيكون بري اوكيبيشن ويز بارتس اوف ايه اوف ذا اوبجكت، يعني مثلا هو معاه عربيه بيمسك العجله بتاعتها ويقعد يحركها مثلا لمده نص ساعه، هو قاعد ما بيعملش غير ان هو بيحرك العجله بتاعتها، فهو مركز جدا في بارت من العربيه اللي هو العجله، او مثلا ماسك عروسه ولا حاجه مركز بس في ايديها ماشي. طيب ايه تاني؟ ليه حركة، الحركة دي بإيده أو رجله مثلا، طول ما هو قاعد بيبدأ يحرك إيده أو رجله حركات متتالية repetitive يعني خلاص. فبالنسبة لي ال behaviors اللي هو السلوك بتاعه يا إما عنده repetitive motor manner تمام، أو متمسك ب part من الإيه من ال object اللي معاه، أو عنده restricted pattern of interest تمام، وما ينفعش إن هو إيه إن هو يغير الروتين بتاعه. دول اهم ثلاث حاجات في الايه في المرض ده، السوشيال انتر اكت له علاقه بالعلاقات والمشاعر تمام، ما بيعرفش يعمل ريليشنز، تاني حاجه مش بيعرف يعبر عن مشاعره، تالت حاجه مش بيعرف ان هو يشير مع اصحابه، ورابع حاجه ما عندوش اللي هو امبيرمنت في الايه النون فيربال بيهيفيرز خلاص. طيب الكوميونيكيشن بقى عنده مشكله في اللغه، اهم حاجه اللغه، ومش بيعرف ان هو يميك بيليف ماشي. تالت حاجة البيهيفيرز بقى، وقلنا اللي هو الاكتيفيتيز بتاعته والموتور مانر بتاعه خلاص كده. طيب السبب بتاع الاوتيزم مش معروف لحد دلوقتي، ولكن في نظريات العلماء حطوها يعني عشان يقرفونا بيها. طيب ايه هي بقى النظريات ديت؟ اول حاجة قالوا ان في مشكلة في الكونكشنز تمام، الوصلات اللي جوه البرين المفروض انها تبقى بمانر معين، لا عند مريض الاوتيزم بتكون متفاقمه واكتر بكتير ومعقده اكتر بكتير عن الشخص اللي هو العادي او الشخص الطبيعي يعني، فبيبقى فيه مشكله في الكونكشنز تمام، وبيبقى فيه مشكله في المورفولوجي الشكل العام بتاع البرين تمام. يعني هم لما جم يفحصوا كده لقوا ان ده الموجود يعني في مريض الاوتيزم ماشي. كمان بيقول ان التودلر اللي عندهم اوتيزم سبيكترم ديس اوردر بيبقى عندهم اتيبيكال برين اوفر جروس، يعني البرين بتاعهم كبير مقارنة بالطفل العادي تمام، ده بيكون في اول سنة او سنتين من حياته، يعني بيكون البرين بتاعه كبير، لما عملوا ام ار اي مثلا لقوا ان البرين بتاعه كبير خلاص. طيب والاوفر جروس دوت في اماكن معينة زي ايه؟ زي مثلا السيربيلم، زي السيربرال، زي الليمبيك استراكشر خلاص. وطبعا معروف عن الاماكن دي ان هي لها علاقة بال الهاير اوردر كوجنيتيف وال وتاني والايموشنز والسوشيال واللانجويج، فبالتالي لما يحصل فيهم مشكله هيبقى عندنا السيمتومز اللي احنا لسه قايلينها من شويه ديت تمام. كمان لقوا ان عنده مشكله في السيربرال وايت ماتر خلاص. طيب يبقى هو عنده مشكله بشكل عام في المورفولوجي بتاع البرين تمام، الوصلات اللي جوه البرين فيها مشكله، الوايت ماتر فيه مشكله، في اوفر جروس تمام في البرين بشكل عام، والاوفر جروس دوت في السيريبرال والسيربيلم وتاني والليمبيك سيستم ماشي كده. طيب اتمنى بقى الامور تكون ماشيه كويس يعني. طيب عشان نعمل بقى اسيسمنت، يعني عشان نمشي واحده واحده مع المريض دوت لحد ما نقول ان هو شخص عنده اوتيزم، لازم ان احنا ناخد هيستوري من الاب والام طبعا، ونقيم كل حاجه. نقيم ايه بقى؟ نقيم الموتور سكيلز، هل هو عنده مثلا ريبيتيتيف مانر بايده او رجله، مثلا مامته بتقول ده هو مش بيقعد ثابت، لا هو بيحرك ايده ورجله طول ما هو قاعد. نقيم الكوميونيكيشن الفيربال والنون فيربال والبروسيدي، بروسيدي دوت مشكله في السبيتش مثلا والاندرستاند والهيرنج والكلام ده، نقيم كل ده ماشي. والكونفرزيشنز الحوار لما اتكلم مع الطفل اشوف هل هو بيعرف ان هو يكمل معاه الحوار ولا لا. ايه تاني؟
السوشيال سكيلز، علاقته مثلا بأصحابه والإيموشنال، هل هو بيعرف يعبر عن مشاعر ولا لأ. تمام. ايه تاني؟ زي ايه بقى؟ زي السوشيال انتراكشن اللي احنا لسه متكلمين عنها، الفاميلي اتاتشمنت، الفريندشيبس. تمام. عنده اصدقاء ولا لأ؟ السيلف كونسبت اللي انا لسه قايل عنها، اللي هو هل هو بيعبر عن نفسه ولا عنده لوز اوف ايجو. تمام. الايموشنال ديفلوبمنت اللي احنا لسه قايلينها. خلاص كده. طيب برزنتيشن اوف مود. ماشي. اي طفل المفروض ان هو يعبر، يعني غريب جدا لو هو ما عبرش. نشوف برضو الكوجنيتيف والاكاديميك، قدرته الايه التعليميه، والبيهيفير، وايه تاني، والفاميلي اسيسمنت. خلاص كده. فدي سلايد ملهاش اي لازمه، عدوها يعني، اقروها كده وخلاص. دي بقى سلايد مهمه جدا. لقوا ان الطريقه اللي فاتت طريقه مش هنقدر نوصل بيها لحاجه، ويبقى فيها تفاوتات وكده يعني. ففي جولد ستاندرد بقدر اوصل من خلالها للتشخيص يعني بشكل دقيق وكده. في عندنا اول حاجه الاي دي او اس، اللي هو اوتيزم دايجنوستيك اوبزرفيشن، قائم على الملاحظه. فانا هلاحظ مين؟ هلاحظ الطفل. فده بيكون دايركتلي ويز ايه، ويز التشايلد. خلاص. انا بلاحظ كدكتور الطفل، بلاحظ سلوكه، بلاحظ الكوميونيكيشن بتاعته. تمام. تاني حاجه بقى الاي دي اي، الاي دي اي ده اللي هو اوتيزم دايجنوستيك انترفيو. انا كل التعامل بتاعي هيكون مع الاب والام، وهم بنفسهم هينقلوا لي الايه الحاله بتاعه الطفل بتاعه. تمام. فهيكون دي مشكله او دي حاجه اندايركت. تمام كده. يبقى ده هيكون مع ايه؟ هيكون مع البيرنت. في بقى اذرز زي الجيليوم والاي والكورس، ده بيكون عباره عن شيت. الشيت ده فيه سيمتومز كثيره جدا، وبنبدا نملاها تبعا للحاجه اللي عند الطفل. تمام. ولما اوصل في النهايه ليه وجود مثلا 6 سيمتومز او اكتر من كده، خلاص اقدر اقول ان الشخص ده عنده اوتيزم يعني. ماشي. يبقى في حاجات جولد ستاندر من خلالها بقدر اقول ان الشخص او البيشنت ده او الطفل ده عنده توحد. الادوز ده بيكون دايركت مع الايه، مع التشايلد. الاي دي اي ده بيكون مع الاب والام، ده اندايركت. تمام. والجيليوم والكارز ده بيكون ايه، شيتس كده. خلاص. دي سلايد مهم. طيب زي ما قلنا ان احنا لازم نعمل اكسكلوجن للاذر ديس اوردر اللي ممكن تكون اصلا سبب للمشكله ديت. وبمجرد او وانس ان انا عالجت الايه الديس اوردر ده، خلاص المشكله اتحلت. تمام. زي ان هو مثلا ممكن اصلا يكون عنده مشكله اوديتوري او فيجوال، لو حلتها خلاص الدنيا اتحلت يعني. ماشي. فالمفروض ان انا اخد هيستوري كويسه، واعمل فيزيكال اكزامينيشن كويسه. تمام. الهيرنج والفيجوال دول اهم حاجه، والسبيتش واللانجويج يعني ممكن يكون اصلا متاخر في الايه في الكلام. فخلاص دكتور التخاطب هيظبط المشكله ديت. ماشي. كمان اشوف الايه، اشوف الجروس مايل ستون يعني، اعمل له اشوف الايه، اشوف الهيد سيركمفرنس. لاني قلنا ان الاوتيزم بيكون عنده اوفر جروس في البرين يعني. خلاص. في اول سنه او سنتين بعمل له سي تي وام ار اي، عشان ممكن يكون في امراض عضويه هي اللي مسببه لي السيمتومز ديت. وبشوف كهربة المخ، وبعمل له سايكو اديوكيشنال ايه تيستينج. يبقى اهم حاجه، اهم حاجه اول اتنين دول اللي هو الهيرنج والفيجوال سكرينينج والسبيتش واللانجويج ايفالويشن. خلاص. طيب التريتمنت زي ما احنا قلنا هو بيعتمد على السايكوثيرابي، اللي هو عباره عن الكوجنيتيف بيهيفيرال. تمام. بيعتمد على الفاميلي في المقام الاول. تمام. ان انا اعلم الفاميلي ازاي يتعاملوا مع الحاله الخاصه ديت. ايه تاني؟ يتدخلوا بقى في كل حاجه بقى ليها علاقه بالايه بالطفل، ويتابعوه في كل حاجه زي الكوجنيتيف والاكاديميك يعني. كمان السبيتش، وان انا ادربه عشان السبيتش عنده فيها مشكله. تمام. اعمل له تريننج وسوشيال سكيلز تريننج، اعلمه برضو ان هو يبقى عنده صداقات ويعبر عن مشاعر والكلام ده. وقلنا بقى ايه، لو هو عنده اسوشيتد ديس اوردر اعالج الديس اوردر ده، ولكن الاوتيزم كاوتيزم يعني بيتعالج بيه سايكوثيرابي. خلاص كده. طيب لو بقى الطفل ده جاي وعنده مثلا مشكله زي الاي دي اتش دي اللي احنا لسه هنتكلم عنه، فنديله ادويه بتعالج الاي دي اتش دي زي الاستيمولنتس وزي الاستراتير. الاستراتير ده نون استيمولنت. خلاص. طيب لو هو جاي وعنده ديبريشن اديله ايه؟ هديله اس اس ار اي اللي هو سيلكتيف سيروتونين ريابتيك انهبيتور. تمام. وكذلك مع الانكزايتي. طيب لو هو بقى شخص جاي عنده اجيتيشن واجريشن، لو هو شخص عنيف جدا، هديله انتي سايكوتيك. خلاص كده. يبقى العلاج هيكون سايكوثيرابي، الا بقى لو هو جاي اصلا اسوشيتد مع اذر ديس اوردرز، هعالج الديس اوردرز اللي هو جاي بيها. ماشي كده. بس كده. فده موضوع الايه، موضوع الاوتيزم، موضوع حلو يعني.
اهم حاجه نعرف بس ان هو developmental disorder وبيكون gradually في اول 3 سنين، ماشي كده؟ ده البدايه بتاعته، يعني ممكن يكون لايف لونج يعني. وبيبقى عنده مشاكل في 3 حاجات مهمين، 3 domains: social interaction, communication و behavior. ونعرف كل حاجه السيمتومز بتاعتها ايه، تمام كده؟ يعني مثلا النون فيربال ده بيبقى موجود تحت ايه؟ تحت social interaction، تمام؟ حته ان هو مش بيعرف يعمل خيالات بقى ومعتقدات والكلام ده، دي تحت الكوميونيكيشن، تمام؟ الموتور ريبيتيتيف مانر ده بيكون تحت ايه؟ تحت البيهيفير، وهكذا. خلاص كده. طيب، وعشان نشخص لازم 6 من الـ 3 domains، ماشي كده؟ ومهمه حته الايه، حته الجولد ستاندرد ديت، الادوس مع التشايلد، والاي دي اي مع ابوه ومامته، وايه تاني، والجيليا ماكارز، ماشي؟ طيب، تاني مرض عندنا وهو ال ADHD اللي هو مرض فرط الحركة، اللي هو ال Attention Deficit Hyperactivity Disorder. المريض هنا بيبقى عنده 2 domains بس، تمام؟ 2 domains، مش زي الأوتيزم. هنا عنده 2 domains، مشكلة في ال Attention، مش بيركز خالص، عنده مشكلة في التركيز. تاني حاجة Hyperactivity، يعني مهايبر لدرجة يعني ايه، درجة ان هو شقي جدا جدا جدا، تمام؟ طب ما ممكن نقول ان طفل عادي بيبقى شقي، يعني اي طفل بيبقى شقي. قال لا، عشان اقول ان الشخص ده عنده ADHD لازم تكون الشقاوة مش متناسبة مع السن، يعني مثلا يكون عنده 10 سنين وشقي قوي قوي قوي، تمام؟ فدي حاجة طبعا مش طبيعية. خلاص كده. طيب، ال ADHD ممكن يكون ال patient او الطفل ده عنده مشكلة في ال attention بس، ممكن يكون عنده مشكلة في ال هايبر اكتيفيتي بس، ممكن يكون عنده الاثنين، نقص في الاتنشن مع هايبر اكتيفيتي. وفي الحاله دي بيكون نقص الاتنشن هو اللي بيسبب الهايبر اكتيفيتي، تمام؟ اللي هو بنسميها امبلسيفيتي، يعني شخص اللي هو ايه، اللي هو شقي جدا، تمام؟ ما هايبر يعني عنده هايبر اكشن، وده بيكون نتيجه نقص الايه، الاتنشن. هو مش مركز خلاص، فبيعمل شيفت من تاسك لتاسك تاني. خلاص كده. هو مش مركز في الحاجة ديت، مش بياخد فيها وقت، فبالتالي بيتنقل من حاجة لحاجة بسرعة، فده بيعمل ايه، هايبر اكتيفيتي اللي هو الامبلسيفيتي يعني، ماشي؟ فمهمة جدا الحتة ديت، ان نقص الاتنشن هو السبب في الهايبر اكتيفيتي، عشان ده اللي هيعتمد عليه التريتمنت يعني. خلاص. المهم يعني ان هو 3 انواع، ممكن يكون طفل عنده نقص في الاتنشن بس، ممكن يكون طفل عنده زيادة في الهايبر اكتيفيتي بس، ممكن يكون عنده الاثنين، وده الغالب يعني. خلاص كده. وده الكومن بنسميه كومبايند، ماشي كده. وطبعا هو نيورو ديفلوبمنتال زي المرض اللي قبله. خلاص. بيبقى عنده مشكلة في الاتنشن والايه، بيبقى عنده اكسسيف اكتيفيتي اللي هو بنسميه امبلسيفيتي يعني. وطبعا زي ما قلنا الفرط الحركة ده مش متناسب مع الايدج. خلاص. طيب، وطبعا بيأثر على ايه، بيأثر على الايموشنز والمشاكل بتاعه الايه، او الفانكشن بتاعه الوظائف التنفيذيه يعني. زي ما قلنا ان هو مش بيركز في حاجه، فمش بيديها وقتها، فبالتالي مش هينفذها يعني. ال ADHD عشان اشخصها لازم الاعراض تستمر لمده 6 شهور، لدرجه انها تأثر على الديفلوبمنت بتاع الايه، بتاع الطفل ده. ولازم يكون معايا 6 اعراض من كل نوع، يعني مثلا عشان اقول ان هو عنده مشكله في الاتنشن يكون معايا 6 اعراض من الاتنشن، لازم اقول عشان عنده مشكله في الهايبر اكتيفيتي يبقى معايا 6 اعراض من الهايبر اكتيفيتي، تمام؟ طب كومبايند 6 من هنا و6 من هنا. خلاص كده. طيب، بس ايه، بس مش لمده 6 شهور، لا، لمده 12 شهر، لمده سنه. يبقى تاني الاعراض لازم تستمر لمده 6 شهور، تمام؟ لدرجة انها تأثر على الديفلوبمنت بتاع البيشنت. عشان اقول ان هو عنده مشكلة في الاتنشن بس يبقى هستمر لمدة 6 شهور واخد معي 6 اعراض، عشان اقول ان هو عنده مشكلة في الهايبر اكتيفيتي بس يبقى هستمر لمدة 6 شهور ومعي 6 اعراض. طب عنده كومبايند يبقى سنة كاملة وست شهور وستة سيمتومز من هنا مع 6 سيمتومز من هنا، تمام؟ يا رب تكون بقى مفهوم. فهو بيقول ايه، ان الاعراض بتستمر لمدة 6 شهور، تمام كده، لدرجة انها بتأثر على الديفلوبمنت بتاع الايه، بتاع البيشنت او بتاع التشايلد. خلاص. طيب، ولازم الشكوى تجيلي من اكتر من مكان، يعني مثلا في البيت بيشتكوا منه ان هو مش بيركز وعنده هايبر اكتيفيتي عالية جدا، في المدرسة نفس الشكوى، في النادي نفس الشكوى، تمام؟ فالشكوى دي جاية من 2 او اكتر من مكان، مش من مكان واحد بس، ماشي؟ مهمة جدا الحتة ديت.
طيب عشان اقول ان هو عنده مشكلة في الاتنشن زي ما قلنا لازم يكون معايا 6 سيمتومز من اصل 9. تمام. طيب ايه هما بقى الستة سيمتومز دول؟ مسكمينهم في كلمة كول فور فريد. تمام. سي اللي هو كيرلس ميستيكس، يعني بيعمل اخطاء غبية جدا. تمام. مش اي حد يعملها، يعني حاجة هبلة جدا بيغلط فيها عشان هو مش مركز. تاني حاجة attention difficulty، تمام، عنده مشكلة في التركيز، ده طبيعي. تالت حاجة listening problem، ممكن اقول له الحاجة مرة واتنين وتلاتة وما يجيبهاش مثلا، او يبقى عنده مش مركز في اللي انا بقوله، يقول لي عيدي تاني اكتر من مرة. كمان lose things، يعني بينسى الحاجات، اقول له هات كذا وهات كذا وهات كذا ينساهم. ايه تاني؟ صعب جدا ان هو يكمل الحاجة الاخيرة، والتنظيم بتاعه برضو مش منظم. ايه تاني؟ لو مثلا في عنده مسألة رياضية محتاجة mental effort، لا مش بيعرف ان هو يعملها، ما بيبذلش فيها مجهود. الروتين، ودي الحاجة اللي انا لسه متكلمة عنها، ان هو بيفرجت الروتين، على عكس بقى الايه الاوتيزم بيبقى restrict قوي للروتين. تمام. يعني ال ADHD لو المفروض ان هو يصحى الصبح عشان يغسل وشه ويروح المدرسة، لا ممكن ما يغسلش وشه. تمام. ايه تاني؟ distracted، يعني مشوش. فدي حاجات عادي جدا ان احنا نطلعها، ماشي، مش مهم نحفظها، يعني دي حاجات بتدل على ان هو شخص مش مركز. ماشي. طيب عشان اقول ان هو شخص عنده هايبر اكتيفيتي برضو لازم اطلع 6 سيمتومز من اصل 9. فبرضو مسكمينها في كلمة ايه؟ run of best. تمام. اول حاجة run about or is restless، يعني ايه؟ يعني restless، يعني مش قاعد على بعضه. ماشي. فدي دليل على الهايبر اكتيفيتي. ايه تاني؟ unable to wait his turn، يعني ايه؟ يعني مش قادر ان هو يستنى دوره. مثلا هو في طابور مثلا عشان يسمع درس معين ولا حاجة، لا مش قادر، مش واقف على بعضه. تمام. طيب ايه تاني؟ not able to play quietly، يعني مش بيلعب كده بهدوء، لا خلاص. on the go، يعني مستعد في اي لحظة ان هو يمشي مثلا في مكان ولا حاجة، لا انا عايز انطلق. تمام. ايه تاني؟ كمان بيحرك ايده ورجله زي بالظبط مريض الاوتيزم، عنده حركات كده غريبة بايده ورجله. ماشي. فده دليل برضو على الهايبر اكتيفيتي. ايه تاني؟ blurts out answer، يعني ايه؟ يعني وهو في الفصل ولا حاجة، المدرس لسه مخلصش السؤال، يقوم هو مجاوب سواء بقى عارف او مش عارف. ماشي. ايه تاني؟ staying still is difficult، يعني مش قاعد على بعضه زي ما قلنا. talk excessively، يعني بيتكلم عمال على بطال. interrupt، يعني ايه؟ يعني بيقاطع الناس. ماشي كده. فدي كلها دلائل على الايه؟ الهايبر اكتيفيتي. ماشي. يبقى احنا كده عرفنا السيمتومز بتاع نقص الاتنشن والسيمتومز بتاعه الايه؟ الهايبر اكتيفيتي. خلاص كده. طيب برضو زي الاوتيزم لازم اعمل اكسكلوجن، اعمل اكسكلوجن للاذر ديس اوردر اللي ممكن تكون مسببه نقص التركيز والهايبر اكتيفيتي، زي ان هو اصلا عنده مشكله في الديفلوبمنت. تمام. او عنده مثلا سايكوتيك ديس اوردر. تمام. او انذر سايكاتري او سايكاتريك ديس اوردر، زي ايه؟ زي مثلا المود، عنده مشكله في المود، عنده انكزايتي. تمام. ديسوشيتد ديس اوردر، obsessive compulsive، تمام، وسواس قهري مخليه مش على بعضه. oppositional defined disorder، ده مرض هنتكلم عنه، نخلصه دلوقتي. ال oppositional defined disorder ده بيكون الطفل ده طفل قليل الأدب. تمام. طفل قليل الأدب مش بيحترم الأكبر منه، خصوصا مين؟ الناس اللي ليها سلطة عليه، يعني بابا ومامته والمدرسين بتوعه، لكن مع أصحابه هو كويس جدا. تمام. فال oppositional defined disorder ده هو اللي هيفرقنا عن ال conduct disorder. ال conduct disorder يعني قليل الأدب مع الكل، إنما ال oppositional defined disorder ده قليل الأدب مع بابا ومامته والناس اللي ليها سلطة عليه زي المدرسين مثلا وغيره. oppositional يعني بيعاكس، يعني بابا يقول له اقعد يقف، يقول له اقف يقعد. تمام. المدرس يقول له هتتضرب، يقول له لا مش هتضرب، خلاص. تمام. فلازم ان احنا نعمل اكسكلوجن للايه؟ للديس اوردرز ديت، ممكن تكون هي السبب اصلا. ماشي. مش اي دي اتش دي ولا حاجه. طيب
الاسباب برضو، هو السبب بتاعه هو حطوله نظريات برضو، تمام، يعني نفس برضو الايه المشكله بتاعه الاوتيزم، هنا برضو حطوله ايه نظريات. الاوتيزم زي ما قلنا كان في عنده مشكله في الايه في النتورك، الكونكشنز قصدي، كان عنده مشكله في الوايت ماتر، تمام، كان عنده اوفر جروس في السيريبرال والسيريبيلم والليمبيك سيستم، ماشي كده. هنا برضو حطوله ايه، حطوله نظريات. ايه هي النظريات؟ اول نظريه ان هو عنده جينز معينه، الجينز ديت بيتم التعبير عنها لما يكون عنده مشكله في ايه، لما يكون عنده مشكله في النيورو بيولوجيكال ميكانيزم. يعني هو عنده مشكله في النيورو بيولوجيكال ميكانيزم مع وجود جين معين، خلاص الاتنين دول مع بعض بيؤدوا لي الايه المرض اللي هو الاي دي اتش دي، خلاص كده. طيب فهو ايه، نيورو ديفلوبمنتال ديس اوردر، خلاص، بيأثر على الاستراكشر والفانكشن في السي ان اس. المهم يعني بيقول ان هو بيبقى عنده حاجتين، مشكله في الجينات ومشكله في النيورو بيولوجيكال ميكانيزم، الاتنين مع بعض بيؤدوا لي الايه الفينوتايبس، ماشي، ما علينا يعني انا مش فاهمها قوي بس تمام، يعني هو الاتنين مع بعض بيؤدوا لظهور المرض، خلاص. طيب تاني حاجة في النتوركس اللي جوه البرين، برضو بيأثر او بيحصل فيها ايه decreased، تمام كده، بتبقى الكونكتيفيتي بتاعتها decreased. ده بيكون فين؟ بيكون في الفرانتو سترياتو برايتو سيربيلر نتورك، تمام، في الايه في النتورك ديت، يبقى مشكلة في النتورك، الكونكتيفيتي قليلة، تمام. ده بيكون فين؟ في الفرانتو سترياتو برايتو سيربيلر نتورك. طيب حتة بقى عدم التركيز دي بتكون مشكلة في ايه؟ مشكلة في البري فرونتال استرياتال سيركت. اما حتة الهايبر اكتيفيتي بتكون مشكلة في ايه؟ مشكلة في الفرونتال ليمبيك سيستم. يبقى تاني بقى عشان كده نلم الدنيا، انا عندي دلوقتي كذا مشكلة. اول مشكلة ان هو عنده جينات، تمام، مع نيورو بيولوجيكال ميكانيزم، الاتنين دول مع بعض بيؤدوا لي ظهور المرض، خلاص سهلة هيت. تاني حاجة ان هو تاني حاجة ان هو عنده مشكلة في النتوركس، تمام، والمشكلة ديت بتكون فين؟ في الفرانتو استرياتو برايتو سيربيلر نتورك، تمام، بيبقى فيها ديكريز دي يعني. طيب تالت حاجة مشكلة الايه الان اتنشن دي بتكون نتيجة حدوث مشكلة فين؟ في البري فرونتال استرياتال سيركت. اما بقى الهايبر اكتيفيتي بتكون نتيجة ايه؟ نتيجة ان الفرونتال ليمبيك سيستم فيه مشكلة، ماشي، هي حتة رخمة بقى، فايه نحاول نحفظها بقى على قد ما نقدر. طيب كمان لقوا ان النيورو ترانسميتر ليها دور في الايه في المرض ده، تمام، لقوا ان البري فرونتال كورتكس بيكون سنسيتيف، ده الطبيعي يعني، بيكون سنسيتيف لي نيورو كيميكال ترانسميترز زي ايه، زي كاتيكولامين اللي هي النورابينفرين والدوبامين، تمام، والادرينالين، خلاص. طيب وعشان يبقى فيه لو اروزل، يعني ان الشخص ما يكونش كده alert وما يكونش هايبر اكتيف، بيبقى فيه قصاده لو في الايه في النيورو ترانسميترز ديت. طب البيشنت ده بيكون هايبر اكتيف، فده معناه ان هو عنده زياده في الايه في النيورو ترانسميترز ديت يعني، تمام، خلاص كده. يبقى معنى الحته ديت، الحته اللي تحت ديت، ان هو عنده زياده في النيورو ترانسميترز ديت اللي هو بقى النور ادرينالين والاي والدوبامين يعني، خلاص كده. فده التفسير بتاع الايه بتاع الكونديشن ده. يبقى احنا عندنا اول حاجه ان هو عنده جينات، الجينات ديت مع نيورو بيولوجيكال ميكانيزم، خلاص الاتنين فيهم مشكله، فهيبقى فيه مشكله في الديفلوبمنت يعني، تمام. تاني حاجه ان هو المشكله هتكون على مستوى الايه الاستراكشر والنتورك، حصل فيها decreased connectivity، تمام، ده بيكون فين؟ في فرونتو سترياتو برايتو سيربيلر نتورك. الان اتنشن ده بيكون في البري فرونتال سترياتال سيركت، حصل فيها مشكله. طب الهايبر اكتيفيتي بيكون مشكله في الفرونتو او فرونتال ليمبيك سيستم. طيب كمان النيورو كيميكال سبستانسز بيبقى فيها زياده، تمام، وهي اللي عامله لي الهايبر اكتيفيتي ديت، خلاص. عرفت منين؟ لان اللو اروزل بيكون قصاده مشكله في الايه او نقص في النيورو ترانسميترز ديت، بس البيشنت ده بيكون عنده alert، بيكون هايبر اكتيف، فده معناه ان عنده زياده يعني، خلاص. طيب الدايجنوزس بقى اهو، هو حاطط لها ثلاثه تايبس. اول حاجه ان
attentive تمام وال hyperactive وايه تاني وال combined. اول نوع لازم الاقي 6 symptoms تمام لمدة 6 شهور، والستة symptoms دول من ايه؟ من المشاكل اللي هي بتاعت ال inattention. طيب عشان اقول ان هو ايه، ان هو inattentive type خلاص. طيب ال hyperactive type لازم اشوف 6 symptoms من السيمتومز اللي موجودة في الهايبر اكتيفيتي لمدة برضو 6 شهور خلاص كده تمام. الكومبايند بقى هستمر لمدة ايه؟ لمدة 12 شهر تمام. 6 شهور اشوف فيهم 6 اعراض من اول تايب اللي هو الان اتنتف تمام، وست شهور تانيين اشوف فيهم اعراض الايه الهايبر اكتيفيتي. يا رب بقى تكون ايه، تكون واضحة تمام. لو مش واضحه بقى نعادي الحته ديت عشان بس الوقت بتاع الفيديو ما يطولش. طيب الابيديميولوجي بقى بيقول ايه؟ بيقول ان هو بيحصل فيه من 3 ل 12% من السكول ايجيت تمام. يعني كده احنا كبرنا بالسن اهو. الاوتيزم كان بيحصل فيه طفل بدايه من 3 سنين، اما بقى بالنسبه لي الاي دي اتش دي بيحصل اهوت في السكول ايجيت خلاص كده. عشان كده قلنا ان هو الشقاوه ما بتبقاش مرتبطه قوي ب يعني ايه، الشخص لما يكون مثلا في 5 و6 ابتدائي ما يكونش شاي قوي يعني ماشي. كمان بيكون في الاولاد اكتر من البنات، طبعا معروف ان الاولاد بيكونوا اشقية اكتر من البنات ماشي، زي بالظبط الاوتيزم يعني. واشهر طيب هو الكومبايند طيب زي ما قلنا. طيب ممكن يبقى فيه disorders associated مع ال ADHD، او ممكن يبقى فيه زي ايه بقى؟ الاوبوزيشنال ديفايند ديسوردر اللي احنا اتكلمنا عنها في حاله الاوتيزم تمام. اتكلمنا عن الاوبوزيشنال ديفايند ديسوردر دي في حاله ايه، في حاله نجيب السلايد تاني عشان نبقى بس عارفين بنتكلم في ايه. في حاله الاكسكلوجن، ان انا لازم استبعد حالات تانية ممكن تكون اصلا مسببه لي الهايبر اكتيفيتي تمام، زي ان الشخص يكون عنده ايه، زي ان هو يكون عنده oppositional defined disorder مش عنده ADHD ولا حاجة تمام. فتمام مظبوط كده. فايه هي بقى الحاجات اللي ممكن تكون associated مع ADHD؟ يعني خلاص انا اثبتت ان هو عنده ADHD بس ما فيش مانع ان هو يكون عنده مشاكل تانية. زي ايه بقى المشاكل التانية ديت؟ زي ان هو يكون عنده oppositional defined disorder، ده اللي قلنا عليه ان الشخص ده قليل الادب، بس قليل الادب مع الاكبر منه بس تمام، اللي هو له سلطه عليه زي باباه ومامته وزي ايه تاني وزي المدرسين بتوعه، لكن مع اصحابه هو عادي جدا خلاص، مع القطط اللي في الشارع هو عادي جدا خالص تمام. طيب فهو بيقول ايه اهو، بيكون شخص او طفل سلبي ومش مطيع تمام، بيعصي ابوه ومامته وكده تجاه ايه الاثوريتي تمام، اللي هو اللي له سلطة عليه بس، ودي حاجة مهمة جدا يعني. طيب ممكن يكون مع ال ADHD مرة تانية اللي هو ال conduct disorder اللي هنذكره في آخر المحاضرة. وده بقى الفرق ما بينه وما بين ال oppositional defined disorder، ان ال conduct disorder بيكون قليل الأدب مع الكل تمام، حتى القطط اللي في الشارع بيضربها بيحب يعذبها يعني، فده بيكون repetitive pattern of ايه violating تمام، بيكون شخص عنيف وبيكسر كل القواعد لدرجة انه ممكن مثلا يعني يأذي حد ويخش اصلاحية، ممكن يسرق عادي خالص تمام، فدي حاجة خطيرة جدا يعني. ايه تاني ممكن يكون المرض ده associated مع ايه؟ مع mood disorder زي ايه؟ زي depression، زي bipolarity تمام، حاجات كتيرة بقى تمام. وطبعا ده بيكون مع التينيجر حاجة خطيرة عشان ممكن تؤدي للايه، للسويسايد خلاص. ممكن يبقى فيه anxiety مثلا، مشكلة في learning خصوصا الايه reading خلاص، ناخد بالنا بقى من الحتة ديت ماشي كده. طيب التريتمنت psychotherapy و medication، يعني هنعتمد على الاتنين psychotherapy و medication. اول حاجة psycho educational intervention تمام، زي cognitive behavioral خلاص. وبيبقى فيه classroom كده يعني، فصول بتضم الايه الاطفال ديت وبيتحسنوا بشكل كبير يعني، والبيرنت طبعا لازم يبقى ليهم ايه دور كبير. انما بقى الميديكيشن احنا عندنا فيه ستيميلنت وفي عندنا نون ستيميلنت. طيب
المفروض ان الطفل ده بيكون هايبر اكتيف، ازاي نديله ستيمولنت هيزود الهايبر اكتيفيتي؟ ولو رجعنا شويه هنلاقي ان الهايبر اكتيفيتي ديت كانت بسبب ايه؟ بسبب ان هو مش مركز، ماشي. فانا لو اديته ستيمولنت هتحسن المشكله الاساسيه اللي هو عدم التركيز. فلو عدم التركيز ده اتحسن وبقى الشخص او الطفل دوت مركز، مش هيوصل لي الهايبر اكتيفيتي، تمام. فانا هنا بالستيمولنت انا بعالج السبب، بعالج الايه، الان اتنشن، عشان اقدر اعالج الايه، الهايبر اكتيفيتي، ماشي كده. طيب افرض بقى الشخص ده اصلا عنده سيفير هايبر اكتيفيتي، لا في الحاله ديت بقى ادي له حاجه مهدئه، ماشي كده. طيب يا رب تكون اتفهمت. فالستيمولنت هنا زي ايه؟ زي الميثايل فينيدين وزي الامفيتامين، تمام. طيب الامفيتامين ده مش بستخدمه دلوقتي، بستخدمه بس مع الايه، المدمنين، وبستخدمه في الحاله ديت لما يكون في سيجرز، خلاص يبقى الامفيتامين مع السيجرز بس. السايد افكت عاديه خالص، اللي هو بقى ايه، نوزيف فومتنج والكلام زي كده، وممكن كمان ما تخلوش ينام. ولكن في سيفير سايد افكت زي ايه، زي الديسفوريا. الديسفوريا دي هي عكس ايفوريا، ايفوريا بيكون شخص سعيد، ديسفوريا بيكون شخص ديساتسفاكشن مثلا، مش راضي، وليها انواع زي جندر ديسفوريا، وشخص يعني ايه، يعني شخص حزين، ماشي كده. طيب جندر ديسفوريا ديت اللي هو شخص بيبقى حاسس ان هو مش لو هو ولد هو حاسس ان هو مش ولد، لو هو بنت مش حاسه ان هي بنت يعني، ماشي. كمان ممكن يبقى فيه irritability، تمام. ممكن كمان يبقى فيه تكس دي اللي هي تشنجات تزودها، ماشي كده. فدي الايه، الاستيمولنت زي الميثايل فينيدين والامفيتامين. النون استيمولنت بقى زي ما قلنا ان انا بديها للطفل اللي بيكون عنده زياده كبيره جدا في الهايبر اكتيفيتي، فانا عايزه اقلل العرض، يعني اقلل بس الهايبر اكتيفيتي، وبعد كده نبقى نصلح بقى الايه، السبب. فبديله ايه، اتوموكسيتين، تمام كده. بديله اتوموكسيتين اللي هو الاستراتير، دي حاجه نون استيمولنت، خلاص. ولكن ناخد بالنا ان الاتوموكسيتين دي بتشتغل على الانزيم اللي بيطلع من الكبد ده، اللي هو ايه، اللي هو السي واي بي 2 دي، بيشتغل عليه، تمام. المهم يعني ان الانزيم ده بيشتغل عليه، انا مش عارفه الميكانيزم قوي يعني. فناخد بالنا ما نديهوش مع ادويه زي الباروكسيتين والفلوفوكسيتين، تمام، او الفلوكسيتين. يبقى ما ينفعش نديه مع الباروكسيتين والفلوكسيتين، خلاص كده. ليه بقى؟ لان ده بيتعارض مع شغل الاتوموكسيتين، ماشي. طيب ايه هي بقى سايد افكت؟ بقى سايد افكت عاديه. يبقى اهم حاجه ان الاستيمولنت زي الميثايل فينيدين والامفيتامين، خلاص. والامفيتامين دوت بستخدمه مع السيجرز بس، ونعرف ان ليها سايد افكت عاديه بس بيبقى فيه ديسفوريا وإريتابيليتي، تمام، دي سيفير. النون استيمولنت زي الاتوموكسيتين دي بتشتغل على سي واي بي 2 دي، ولكن ناخد بالنا ما ينفعش اديله اتوموكسيتين مع الباروكسيتين والفلوكسيتين، خلاص، عشان بيبقى فيه هنا انتر اكشن، دراج انتر اكشن، وسايد افكت معروف. خلاص كده خلصنا من تاني مرض اللي هو الايه، اللي هو الاي دي اتش دي. طيب الفرق ما بين الاوتيزم والاي دي اتش دي، او ناخد كده شويه فروقات. الاوتيزم والاي دي اتش دي الاثنين ديفلوبمنتال ديس اوردر، خلاص. الاوتيزم ممكن تكون لايف لونج، ولكن الاي دي اتش دي ممكن تتعالج عادي خالص، تمام، سايكوثيرابي. الاوتيزم بيبقى فيه 3 دومينز، انما الاي دي اتش دي بيبقى فيه 2 دومينز. الاوتيزم بيبقى فيه اول 3 سنين من عمر الطفل، انما الاي دي اتش دي بيكون فيه السكول لايف. الاوتيزم عشان اشخصها بيكون 6 سيمتومز من الثلاثه دومينز، انما الاي دي اتش دي بيبقى عندنا بقى 3 تايبس، تمام. لو هو ان اتنتيف يبقى بشوف 6 سيمتوم، لو هو هايبر اكتيف يبقى 6 سيمتوم، لو هو كومبايند يبقى 6 من هنا و6 من هنا لمدة سنة، ماشي كده. ده باختصار يعني. طبعا من اللي بستخدم فيه ميديكيشن هو الاي دي اتش دي. الاوتيزم بشكل اساسي سايكوثيرابي، الا بقى لو كان فيه ديس اوردرز اسوشيتد ليها يعني.